السلام عليكم. بعد أكثر من 50 يوماً على بدء مشاورات الكويت، يبدو أنها الآن أقرب إلى الوقوف على رؤية قابلة للنقاش بشأن حل الأزمة اليمنية. فوفقاً لأرجح التوقعات، سيقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رؤية الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية في لقاء يجمعه بأربعة من ممثلي طرفي المشاورات خلال اليومين القادمين في الكويت. الرؤية كما تفيد بعض التسريبات الموثوقة هي خلاصة للرؤى المقدمة من طرفي المشاورات، وصاغها المبعوث الأممي استناداً إلى ما يعتقد أنه توافق ومباركة الدول الراعية، وتدور حول ثلاثة مراحل للتنفيذ. الأولى وتشمل القيام بجملة من الإجراءات التمهيدية، أهمها إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري وما يسمى باللجنة الثورية وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة. الثانية ستشهد تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الميليشيا، ويتم الانسحاب من المنطقة ألف التي حدد نطاقها الجغرافي بأمانة العاصمة والحزام الأمني لها بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين، وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح. يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار قرارات العفو بالعفو العام والمصالحة الوطنية. أما المرحلة الثالثة فتتضمن استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية خلال فترة انتقالية أقصاها عاماً. فإلى أي مدى تقترب هذه المبادرة أو تبتعد عن تصور الوفد الحكومي للحل؟ وهل ستصطدم مجدداً برفض من وفد الانقلابيين كما يحدث دائماً؟ وهل تبدد مبادرة كهذه الشكوك حول طبخة خفية يجري التحضير لها خلف الكواليس؟ حول المبادرة الأممية الجديدة سنخصص حلقة اليوم من المساء اليمني. نذهب إلى هذا التقرير الذي أعده الزميل ياسين التميمي ونعود لمناقشة موضوع حلقة الليلة، فأرجو أن تبقوا معنا. تدرس اللجنة الأمنية الخطوات. الرهان الأخير على حل طال انتظاره هو ذاك الذي يعقده المراقبون على مبادرة من المقرر أن يعرضها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ على طرفي مشاورات الكويت. التسريبات التي رشحت عن مضمون المبادرة تشير إلى مقاربتها بمستويات مقبولة للقرار الأممي رقم 2216 الذي يراه وفد الحكومة إطارا لا يمكن الخروج عليه قبل الانتقال إلى مرحلة الترتيبات السياسية. هذه المقاربة ربما تبقي على منسوب الرفض من الطرف الانقلابي على حاله، خصوصا وأن المبادرة حسمت مسألة التزمين على نحو جعل من الترتيبات السياسية والبحث في تشكيل الحكومة الجديدة إجراء لاحقا لعمليات الانسحاب وتسليم السلاح. لا تتوفر صورة كاملة عن هذه المبادرة، لكنها على ما يبدو لا تستثني الانقلابيين من المكافأة السياسية، ويكفي أنها ستحملهم إلى منصة الشراكة متحررين من أعباء حرب فجروها وأراقوا فيها دماء اليمنيين وهدموا البنية التحتية للبلاد وأورثوا اليمنيين تركة ثقيلة من الإحن والأحقاد. بعض المراقبين أبدى قلقه حيال هذه النهاية غير السعيدة للأزمة التي تتضمنها المبادرة المرتقبة للمبعوث الأممي، حيث تطوى الحرب بدون عدالة تطال سفاكي الدماء من القتلة والمجرمين. فاستناداً إلى هذه المبادرة سيتم الاكتفاء بحمل الإنقلابيين على إنهاء بعض مظاهر الإنقلاب وليس كلها، حيث ستحملهم على التنازل عن قرارات لا شرعية لها أصلاً، ومنها ما يسمى الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من إجراءات لا تتوفر ضمانة حقيقية لإمكانية طيها أو إنهاء أثرها، وتشمل فيما تشمل الإهدار الهائل للأموال والثروات والاستيلاء على الوظائف وتضخيم الجهازين العسكري والأمني بالميليشيات المتورطة في قتل اليمنيين. سيأتي المبعوث الأممي هذه المرة متسلحاً بالمبادرة وبقدر كافي من تأييد الرعاة الدوليين، لكن ذلك وحده لا يكفي لأن تؤسس هذه المبادرة إطاراً جديداً للحل. فذلك في نظر المراقبين يتطلب أن تأتي المبادرة معبرة بشكل واضح عن المرجعية الأساسية للأزمة اليمنية، وأن تحترم التعهدات التي تلقتها الحكومة من أمين عام الأمم المتحدة والرعاة الدوليين، وأن تتسلح الإرادة الدولية بقدر مقبول من المصداقية وبالردع الكفيلان بلجم مشروع الإنقلابيين الذي لا يتقيد أصلا بهذه المرجعيات. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي الصحفي في رئاسة الجمهورية. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك ومشاهدي الكرام جميعا. أستاذ مختار، يتم الحديث عن رؤية أممية سيقدمها المبعوث الأممي خلال يومين للجنة الرباعية من طرفي المشاورات، ما حقيقة هذه الرؤية؟
نعم، هو في حقيقة الأمر أنه تم الإعلان عن ذلك، وأكد هذا الكلام وهذه الرؤية وهذا الحديث أكده وزير الخارجية اليمني الأستاذ عبد الملك المخلافي في تصريح صحفي تم نشره اليوم، أن هناك رؤية أممية سيتم تقديمها خلال يومين، اليوم أو غدا. هذه الرؤية طبعا تسربت كثيرا لوسائل الإعلام، وتم نشر أجزاء من هذه الرؤية وتم إعلانها من قبل بعض وسائل الإعلام. وهذه الرؤية طبعا تتلخص في أن يتم تشكيل لجنة أمنية ولجنة عسكرية من شخصيات عسكرية لم تشارك في الانقلاب، تكون هذه اللجنة الأمنية والعسكرية تمهد لعودة الحكومة وكذلك لانسحاب المجاميع المسلحة من المنطقة ألف فقط وهي العاصمة صنعاء. وأثناء ذلك يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد أن يتم انسحاب الميليشيات الانقلابية من العاصمة صنعاء فقط، وتكون هناك قوات خليجية. هل ستكون هذه المسألة بالتزامن أستاذ مختار؟ يعني نعم بالتزامن مع تسليم الأسلحة. نعم، هي بالتزامن مع تسليم الأسلحة، والتزامن الإشكالي أن التزامن هذا هو كان سبب مشكلة كبيرة طوال الفترة الماضية. نعم. منذ بداية المشاورات قبل 8 أسابيع نتذكر أنه كانت مسألة التزامن كانت هناك إشكالية، يعني كان هناك 5 قضايا يتم مناقشتها من قبل الأمم المتحدة وفق الجدول الذي تم طرحه من قبل المبعوث الدولي. الحكومة كانت تطالب لا تريد أن يكون بالتزامن، يعني تكون القضايا تراتبية، يعني يبدأ الحديث عن الانسحاب وبعد ذلك الانتقال إلى سحب الميليشيا الانقلابية، وبعد ذلك يتم مناقشة بقية القضايا إلى الوصول إلى تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية من قبل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، ويتم تشكيل هذه الحكومة في بعد أن تعود الدولة إلى صنعاء. وهذا هذه طبعا حصلت مشكلة، والميليشيا الانقلابية وفدهم اعترضوا على هذه وقالوا أنهم يريدوا مناقشة جميع القضايا بنفس الوقت وبدون ترتبية. نعم، يعني هل نستطيع القول انها رؤيه تنفيذيه للقرار 2216؟ هو اذا جئنا لنتحدث بشفافيه، هو الالتفاف على القرار الدولي 2216. القرار الدولي ما كان يحتاج الى خارطه طريق، ولا يحتاج الى تبيان، ولا يحتاج الى يعني تفسير. القرار واضح، انسحاب الميليشيات، عودة الحكومة، وبقية البنود، يعني 24 بند كلها واضحة، لا تحتاج إلى تفسير أو لا توضيح، ولا تحتاج أيضا إلى خارطة الطريق. لكن مع ذلك نقول أننا الحكومة ذهبت برؤية وذهبت بآمال تحملها لكي يحل السلام وتنتهي الحروب في اليمن، ولكن للأسف الشديد 8 أسابيع وكل ما تم التقدم خطوة نعود بعد ذلك خطوات. أين يكمن الالتفاف أستاذ مختار؟ الالتفاف هو أن يتم أولا الانسحاب من منطقة واحدة فقط، يعني أن تظل الميليشيات الانقلابية في الحديدة، تظل الميليشيات تقصف وتقتل أبناء تعز، تظل الميليشيات في إب، تظل الميليشيات في عمران، تظل الميليشيات في صعدة متمسكة بسلاحها، وفقط هي العاصمة صنعاء ومحيطها القبلي وحزامها الأمني، تم تسمية محيطها القبلي بحزامها الأمني هي فقط، لكن ليست هناك أي ضمانات. يعني مشكلتنا مع الميليشيات الانقلابية ليست بالاتفاقيات، نحن أول جميع يعرف أنه تم توقيع اتفاقيات كبيرة وكثيرة ومتعددة مع الميليشيات الانقلابية، آخر هذه الاتفاقيات هي اتفاق السلم والشراكة الذي تم فرضه بالقوة وتم توقيعه في القصر الجمهوري بالقوة، والجميع وقع وهو مكره، بل أن بعض قيادة الأحزاب السياسية وقع وهو لا يعرف على ماذا يوقع، ولكن كان يريد أن يعني أقل شيء أنها تنتهي الإشكالية وتنتهي الحرب حتى لو تم تسليم 50% من الحكومة ومن الدولة للميليشيات الانقلابية. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ يعني تم تسليمهم 50%، أخذوا 50% والتهموا 50% الآخر وحاصروا رئيس الجمهورية وحاصروا رئيس الوزراء والحكومة كلها تم محاصرتها. الآن نتحدث عن اتفاق جديد وعن عودة لقيادة الدولة إلى العاصمة صنعاء. من الذي سيضمن لنا أن محمد الحوثي هذا الذي يسمى رئيس اللجنة الثورية لا ينقلب على هذا الاتفاق ويقول أنا أنه جاء بثورة شعبية كما يدعي وكما يقول ويقوم باعتقال كل الموجودين وينقلب وأننا يعني وكأنك يا زيد ما غزيت؟ فبالتالي إشكاليتنا ليست بالاتفاقية التي نصل معهم، إشكاليتنا أنهم ينقضون الاتفاقيات. أختي آسيا بالأمس أو قبل الأمس صدر بيان من محمد عبد السلام بعد أن عاد من صعدة لأنه هو سافر صعدة للتشاور مع عبد الملك الحوثي، جاء إلينا ببيان متشنج جدا، جاء ونسف كل الاتفاقيات، قال بالنص أنه لا يمكن
أن نوافق على أي اتفاقيات ولا يمكن أن نوقع على أي اتفاقيات ما لم يتم مناقشة صراحة يتم مناقشة السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الحكومة. يعني هذا يعني أنه يشكك بشرعية رئيس الجمهورية، يشكك بالحكومة الحالية، يريد رئيس يفصل وتفصل كما يريد عبد الملك الحوثي، يريدون حكومة كما يريدونهم، يريدون حتى وإن كانوا من الأطراف السياسية الأخرى، يعني يريد وزير من الاشتراك ولكنه حوثي، يريد وزير من المؤتمر ولكنه أصل حوثي، يريد وزير من الإصلاح ولكنه ليس له موقف واضح من الحوثي. إذا عند هذه النقطة أستاذ مختار، يعني نشرك معنا في الحديث الأستاذ محمد العمراني مسؤول التواصل بفريق في فريق إسناد الوفد الحكومي من الكويت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، يا أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد. يعني لو دخلنا في محاور الرؤية التي يتم الحديث عنها والتي تحدثت عن مجمل من الخطوات ربما أو إجراءات تمهيدية، منها إلغاء الإعلان الدستوري للانقلاب وأيضا إلغاء اللجنة الثورية وما ترتب عليها من تعيينات، يعني ما مدى التزام طرف الانقلاب بهذه الإجراءات؟ خاصة يعني الأستاذ مختار يحدثنا أن لا ضمانات حقيقية موجودة وعهد الحوثي لم يعني ينقض اتفاق واحد أو اثنين، عهده مليء بنقض المواثيق والتعهدات. في الحقيقة دعينا أولا نعلق على الحدث بمجمله، يعني موضوع نعم. المشاورات اللي ينطلق هنا منذ أكثر من 50 يوما. أنا دائما أشبه هذه المشاورات بأنها تشبه حركة البندول الذي يظل يتحرك طولة اليوم لكنه لا يغادر مكانه، فليس هناك حقيقة يعني اتفاقات أو أشياء واضحة حتى الآن صارت. كل الأمور دائما تغلق في المنتصف وتتوقف بسبب تعنت الطرف الآخر. فرص الحل في تقديري تتعقد يوما بعد آخر، فرص الحل في مع اليوم الأول كانت أفضل منها من اليوم الثاني وكذلك حتى الآن. يعني وأنت لك أن تتخيلي مستوى التعقيدات التي تولد كل يوم في رحم. لماذا برأيك أستاذ محمد؟ يعني يفترض أن الزمن كفيل بحل حالة الأمور لا بتعقيدها، لما تتعقد بهذا الشكل؟ أنا أقول لك بأنه هناك إشكالية أساسية في المرجعيات الأساسية في منطلقات الوفدين. يعني بالنسبة لنا مثلا الوفد الحكومي ينطلق من أساس إزالة الانقلاب باعتبار أن الانقلاب هو الذي أوقف العملية السياسية وهو الذي أوقف الحوار وهو الذي أوقف الذي تسبب في انهيارات المدن في انهيار الجيش. نعم. كل هذه الإشكاليات ولدت من الانقلاب، وبالتالي لابد أولا من إزالة الانقلاب وآثاره حتى نتمكن من العودة إلى المحاور السياسية ومن العودة إلى بالنسبة لهم لا يعتبر هم يريدون أن يقفزوا على هذا الموضوع، ليس هناك بالنسبة لهم انقلاب. هم يعتقدون أن قرار مجلس الأمن، هم يفهموا من كل نقطة في قرار مجلس الأمن، يفهموا من قرار مجلس الأمن فقط نقطة وحيدة وهي مسألة وقف إطلاق النار الذي يعني بالنسبة لهم وقف الطائرات. يفهموا مثلا من المبادرة الخليجية موضوع التوافق بأن كل شيء لا بد أن يكون على توافق. هم يقفزون على حقيقة أن هناك انقلاب. مثلا من مخرجات الحوار الوطني يفهمون فقط مسألة حكومة شراكة وأنه لا بد أن يكون هناك شراكة، وبالتالي هم يقفزون على حقيقة وجود الانقلاب من البداية والذي هو سبب كل المآسي. طيب يعني لو تحدثنا أستاذ محمد عند هذه النقطة، لو طبقت المبادرة التي يعني سربت بعض يعني من نقاطها المبادرة الأممية، يعني ألا تجد أنه أيضا هناك شرعنة للانقلاب بمجرد الموافقة على تزامن الانسحاب مع تشكيل حكومة وطنية؟ ليس هناك موافقة أساسا على أي شيء بالنسبة لهم. هم رافضين كل المشارك، رافضين كل شيء إلا أن تشكل حكومة وحدة وطنية كما يقولون. هذه الحكومة هي ستكون حكومة، هم يتوقعون أنها ستكون حكومة تحت سيطرتهم تحت غلبتهم لأنهم لا زالوا يسيطرون على السلاح، ولدينا اتفاق السلم والشراكة كان أمر واضح في تعامل الانقلابيين مع هذه المسائل، مسألة الحكومة التي تكون تحت سلطة الانقلاب وتحت شرعيته وتحت إمكانيته. ما يمكن أن يحصلوا عليه من وراء هذه الموافقات أو هذه التوافقات هو فقط شرعنة وجودهم وشرعنة انقلابهم، وهذه هي الإشكالية الأساسية التي يرفضها الوفد الحكومي ويتعامل معها على أساس أنها اعتراف بشرعية الانقلاب. لا يمكن الاعتراف بشرعية الانقلاب، بل يجب إزالة الانقلاب، وهذه هي النقطة الأساسية التي يؤكد عليها الوفد الحكومي من البداية. نعم. خاصة الآن بعد عودتهم من صعدة، يعني ذهب مسؤولين منهم إلى صعدة وعادوا بسقف أعلى وبدأوا الحديث عن مواضيع خارج إطار المرجعيات تماما. الحديث كل ما يعني نحدثهم عن موضوع يتحدثوا عن موضوع
آخر، كل ما إذا حدثناهم مثلا عن الانسحاب من المدن يتحدثوا عن الانسحاب الشرعية من المدن، وهذه مفارقة عجيبة. عندما نحدثهم عن المعتقلين يحدثون عن الأسرى بمقايضة غير مقبولة وغير مفهومة بين المعتقل والأسير. نعم. عندما نحدثهم وهكذا دائما يقايضون المواقع، يقايضون الأشياء بنقيضاتها التي يخترعونها هم، لديهم فهمهم الخاص لمسألة المرجعيات الأساسية، وهذه هي النقطة الأساسية. ما لم يكون هناك اتفاق، وهذه إشكالية أخرى هي مسألة انعدام الثقة. نحن لدينا تجارب كبيرة جدا وطويلة مع هؤلاء الناس بأنهم يغدرون بالاتفاقات، لا يلتزمون بالاتفاقات، وما لم تتوافر حقيقة أرضية حقيقية من أجل بناء ثقة واضحة بأن هناك اتجاه نحو السلام من حق بحق وحق، وليس مجرد بحث عن شرعنا وبحث عن حلول ترقيعية فقط. هذه هي الإشكالية الرئيسية. ليس هناك حتى الآن ضمانات واضحة بأنه أي اتفاق مهما كان هذا الاتفاق سواء كان سلبيا أو إيجابيا يمكن تنفيذه. هذه واحدة من الإشكاليات الرئيسية التي يقف أمامها الجميع هنا في الكويت، وهي مسألة الثقة، مسألة الضمانات التي لم تقدم حتى الآن سواء لهم أو لنا بالنسبة للوفد الحكومي. لكن هم حقيقة واقعين على الأرض، لديهم حكومتهم على الأرض، لديهم سيطرة كاملة على البنك المركزي، لديهم مجموعة هائلة من الجيوش تأخذ الآن مؤنها وتأخذ كذا من أسلحة الدولة وتأخذ رواتبها من رواتب الدولة، طردوا كل الموظفين الذين رفضوا تواجدهم، كل هذه الأشياء يجب أن تعالج قبل الدخول إلى أي اتفاقات. لكن أستاذ يعني محمد، يعني التسريبات التي تحدثت عن بعض خلاصات الرؤية الأممية تحدثت أنها يعني ستكون ملزمة للطرفين وأن هناك فرض سيكون على الطرفين، هل تتوقع ذلك أن يحدث فرض من قبل الأمم المتحدة والدول الراعية أيضا لهذه الرؤية على الطرفين؟ أنا لا أعتقد مطلقا أن هناك فرض حقيقي من قبل سواء الأمم المتحدة أو غيرها. لو كان هناك فرض لكانوا فرضوا تطبيق القرار 216 ولما كان هناك مشاورات من أساسه. لكن الأمم المتحدة هي تبذل جهود من أجل تقريب وجهات النظر، وهي في الحقيقة يعني تخطئ كثيرا حينما تعمل عملية مساواة بين الوفد الحكومي والوفد في مسألة التعاطي معهم، لأنه الوفد الحكومي جاء إلى هنا من أجل تنفيذ القرار الأممي، والقرار الأممي واضح ينص بالانسحاب الكامل من كل المناطق وعدم التصرف وإلغاء كل القرارات التي تم اتخاذها. هذه أمور واضحة وثابتة في القرار الأممي في مخرجات المشاور الوطني، وهي ثابتة أيضا في المبادرة الخليجية، لكنهم يريدون أن يقرأوا الأمور بطريقتهم، وهذا ما يعقد المسألة حقيقة. يعني ما أقوله أنا إنه المشاورات لا زالت تراوح مكانها كما لو أننا في اليوم الأول، والسبب هو أنه هي نقطة وحيدة يتعلق عليها الإنقلابيون، وهي مسألة أننا نريد حكومة، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في هذا الظرف تحت قوة السلاح، تحت قوة المال، وتحت قوة وما يحصل في البلد واضح ومعروف عند الناس كلهم. هذه الحكومة لن تكون حكومة شرعية ولن تكون حكومة توافق، بل ستكون حكومة تعمل ضمن أجندة واضحة، ولا أعتقد هي فقط ستشرعن وجود الانقلاب وستشرعن وجوده بشكل صحيح. ولذلك لا يمكن أبدا لأي قوة أن توقف مسألة الشرعية. شرعية الرئيس جاءت من انتخابات، والانتخابات آمن بها الشعب اليمني، والشعب اليمني كله وافق على هذه والذين انقلبوا على هذه الشرعية. نعم. عليهم أن يستسلموا، عليهم أن يراجعوا حساباتهم، لأن الوقت يمر والزمن والأحداث تمر، وأيضا المآسي كبيرة داخل البلد، وهم يتحملون مسؤولية هذا الوضع بكله. يعني الذين أشعلوا النيران من البداية هم يتحملون مأساة الاقتصاد، هم يتحملون مأساة الأمور السياسية الملخبطة، هم يتحملون كل هذه الإشكاليات التي تحصل في البلاد. من أشعلوا الفتيل الأول هم من يتحملون وزرها بشكل كامل. إذن شكرا جزيلا لك محمد العمراني، مسؤول التواصل في فريق إسناد الوفد الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ مختار. أستاذ مختار، يعني تحدث أيضا الأستاذ محمد عن مسألة الضمانات، وركز عليها أن لا ضمانات حقيقية مع ميليشيا لم تلتزم بأي معاهدات كما تحدثت، ولكن يعني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي حين تحدث عن هذه الرؤية وتم يعني وتفضلت أنت بالحديث عنها أيضا بداية الحلقة، يعني تحدث عن وجود أيضا ضمانات مكتوبة وموقعة، هل ستكفي هذه الضمانات التي يتحدث عنها؟ بالنسبة لو عدنا للوراء قليلا للاتفاقيات السابقة كانت كلها بضمانات وكانت كلها باتفاقيات موثقة، ولكن لم يتم الالتزام بها. الاتفاقية أو الضمانات التي تم تقديمها من قبل بان كي مون من الأمم المتحدة
أنا أعتقد أن هذه الاتفاقيات لم تستطع أن تنفذ القرار الدولي الصادر عن أكبر مؤسسة أممية في العالم يعني. فكيف لنا أن نثق بأن هذه الضمانة تستطيع أن تنفذ ما سيتم الاتفاق حوله؟ بالتالي موقف الحكومة هو الفصل. يعني نتحدث الآن عن تسريبات وعن طبخات في من قبل الغرب ومن قبل السفير الألماني والسفير البريطاني، والبريطانيين يتحدثون بمواقف أصبحت تخيف كثير من المتابعين للمشهد اليمني. أيضا الموقف الأمريكي أصبح أيضا يخيف كثير من المتابعين. لكن في الأول والأخير الوفد الحكومي، نحن نثق في الوفد الحكومي المتواجد في الكويت، وهذا الوفد المتواجد في الكويت يستطيع أن ينجح هذه الطبخات وأن يمرر على الشعب اليمني وعلى الشرعية القرارات والاتفاقيات التي قد تكون هي في صالح الميليشيات، وأيضا يستطيع أن يوقف هذه الطبخات وأن يرفضها وأن يعلنها للناس. وهذا ما نريده. يعني إذا كان هناك أي طبخات يتم تجهيزها من قبل المبعوث الدولي أو من قبل المجتمع الدولي يتم إعلانه ويتم مصارعة الشعب اليمني، والشعب اليمني بعد ذلك له الحق في أن يدعم هذه الطبخات وأن يدعم هذه الاتفاقيات، مع أن كثير من أبناء الشعب اليمني في حقيقة الأمر الناس البسطاء في اليمن يعني يريدون إنهاء الحرب، ويريدون يعني لا يهمهم أن يحكم ناسين أو صاد أو رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أو غيره من أصبحوا لا يهمهم، يهمهم أن يعيشوا بأمن وسلام وأن تتوفر الخدمات الأساسية. لكن نحن المتابعين والنخب اليمنية تعرف أن استمرار تواجد هذه الميليشيات واستمرار الانقلاب هو نكتة على اليمن. الاقتصاد الوطني الآن أصبح ينهار، ويوميا الدولة تدفع ثمن ذلك غاليا وتدفع ثمن ذلك كبير جدا. أيضا إدماج العشرات الآلاف من الميليشيا الإنقلابية الطائفية في إطار الجيش والأمن والتعيينات السلالية العنصرية التي يوميا يتم إصدارها. نحن الآن نتحدث عن قرارات وأن نتحدث عن اتفاقيات، ومحمد الحوثي يوميا يصدر قرارات، وكلاء للمحافظة ومدراء للعموم ومدراء للمديريات، ويتم نخر الدولة في عناصر عنصرية أسرية يعني نعرفها جميعا يعني. وهذه طبعا يتم نشرها، هناك كثير من الناشطين، وهذه خطوة أنا أشجعها أن يتم نشر كافة التعيينات التي تتم الدولة من هؤلاء الميليشيات، وهي تعيينات عنصرية سلالية لأسرة محددة وأسر محددة يتم توزيعها على كافة المناطق. بالتالي نعود إلى مسألة المشاورات، الحكومة تستطيع إنجاح أي طبخات وأيضا تستطيع أيضا إفشال أي طبخات. لكن أستاذ مختار يعني هنالك مطعم نحن نبحث عن تنفيذ للقرار الدولي 22/16 القاضي بنزع سلاح الميليشيات، وكذلك عودة الدولة وانسحابهم من كافة المناطق والمحافظات، وأن تعود الميليشيات التي تم دعمها وتم تسجيجها بالسلاح الثقيل بأن يعودوا مواطنين صالحين، وأن تعود الدولة لممارسة عملها. هذا هو فقط ما نريده ويريد الشعب اليمني. نعم. طيب يعني هنالك من يطرح مخاوف من بينها أن تكون رؤية هشة يعني تتجاوز ربما الأولويات الشعبية في إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة كما تحدث، هل يمكن أن تعزز تلك الرؤية هذه المخاوف الشعبية؟ اسمح لي أن أستمع للإجابة منك بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذ مختار. كنت سألتك قبل الفاصل عن مخاوف شعبية من أن تكون هذه الرؤية رؤية هشة تتجاوز مطالبهم بإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، ما رأيك؟ بالفعل هذه المخاوف مخاوف في محلها. يعني الشعب اليمني ونحن جميعا لا نبحث عن حلول ترقيعية، يعني حلول فقط من أجل أنه خلص أنه الأمم المتحدة نجحت في الملف اليمني، لأنها فشلت في ملفات كثيرة، في الملف السوري، في الملف الليبي، في الملف العراقي، كل هذه الدول ما تزال دول فيها الحروب والنزاعات مستمرة، وفشلت فيها الأمم المتحدة وفشل المجتمع الدولي في حلها. بالتالي لا نريد حلول ترقيعية، يعني أنه خلص نشكل حكومة وتنسحب هناك ويكون هناك انسحابات شكلية من العاصمة صنعاء، وتدخل قوات دولية وقوات عربية وخليجية، وتعود الحكومة ويستمر الانقلاب ولكن بصورة خفية. يعني نشرعن هذا الانقلاب ويصبح الانقلاب بدل أن يكون انقلاب باعتراف الأمم المتحدة واعتراف المجتمع الدولي
ولا يتعامل مع المجتمع الدولي، وأصبح أيضا يعاني إشكالية سياسية واقتصادية وكذلك عسكرية. بالتالي يصبح هذا الحل هو إنقاذ للميليشيات الإنقلابية وشرعنا للميليشيات الإنقلابية. لا، نحن نريد حل جذري، لا نريد أن يتم هذا الحل أن يؤجل الحرب 5 سنوات قادمة أو 10 سنوات قادمة. الشعب اليمني مل من الحروب طوال الفترات السابقة، طوال من عام 1960 بعد الثورة، وما تزال هناك إشكاليات، والحروب امتدت في المناطق الوسطى، وبعد ذلك الحروب في 94، وبعد ذلك الحروب الست في صعدة. نحن نحتاج إلى حل جذري. أولا يكون أولا السلاح في يد الدولة فقط، لا نريد هناك أي ميليشيات تمتلك السلاح هي تعتبر متمردة وخارج إطار الدولة. أيا تكون هذه الميليشيات، نريد جيش وطني، ليس جيش سلالي ولا جيش عائلي يحمي عائلة ويحمي سلالة ويحمي أشخاص محددين. بالتالي هذه الحلول التي يتخوف منها ويتخوف منها كثير من أبناء الشعب اليمني بالفعل هي في محلها، وعلى الحكومة الشرعية أن تعي هذه الفترة الحساسة التي نمرها، وتكون الحلول حلول جذرية، وتنهي مسألة الانقلاب وتبني الدولة الحقيقية، دولة المؤسسات، الدولة المدنية التي تحافظ على جميع أبناء الشعب اليمني ويمارس الجميع السياسة تحت إطارها. ألا يمكن أن تكون هذه الرؤية أستاذ مختار هي محاولة لمسك العصا من المنتصف وإرضاء جميع الأطراف؟ هي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب بالفعل. يعني هو أن تنسحب الميليشيات من العاصمة فقط وتبقى في المحافظة الثانية ويتم تشكيل حكومة. الظاهر أنها يعني حتى الميليشيات حتى هذه اللحظة لن توافق على هذه الرؤية وسوف تعترض على هذه الرؤية، لأنها أعلنت أنها تريد رئيس جديد، تريد حكومة جديدة، تريد شرعنة للانقلاب، تريد تشكيل لجنة اقتصادية لدعمها من دول الخليج ومن دول الصديقة ومن المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإنقاذ الدولة اليمنية التي هي الآن أسيرة لدى الميليشيات. بالتالي الميليشيات أولا وأخيرا لن توافق، وحتى وإن وافقت الحكومة ونقول أنها سوف يعني أن الأمم المتحدة مسكت العصا من المنتصف وتريد حلول ترضي جميع الأطراف، لكن الطرف الآخر حتى هذه اللحظة يرفض. يعني البيان الذي أصدره محمد عبد السلام بعد أن عاد من كهف مران أعلنها بكل صراحة أنه نحن لا نريد أي حلول ونحن ضد هذه الحلول إلا أن يتم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة. بالتالي هذا رد على هذه المبادرة، مع أن التسريبات التي تم إعلانها أن هذه الرؤية سيتم إرغام جميع الأطراف المشاركة بقبول هذه الرؤية، لكن أنا أعتقد أنها ما تزال حتى هذه الرؤية هي حلول ترقيعية. هل يمكن إرغام جميع الأطراف فعلا أستاذ مختار؟ نعم، هل يمكن إرغام جميع الأطراف فعلا؟ أنا أعتقد أن الأمم المتحدة لا تمتلك القوة التي يمكنها أن تقنع المجتمعين للقبول برؤية. نحن لدينا قرار، هذا القرار صادر عن مجلس الأمن تحت البند السابع، ولم تعترض عليه أي دولة باستثناء روسيا، ولكنها صمتت، حتى لم تعترض على القرار لكنها صمتت. بالتالي لم يستطيعوا تنفيذ القرار الدولي. لكن هل يعني ربما هناك ضغط من المجتمع الدولي، ولا ننسى أن اليمن هي تحت البند السابع، يعني تحت البند السابع، متفقين على هذه النقطة أن اليمن تحت البند السابع، لكن لم نرى شيء على أرض الواقع من البند السابع. لم يتم إرغام الميليشيات بالانسحاب، لم يسلموا الدولة، ما تزال حتى هذه اللحظة الأمم المتحدة بنفسها تتعامل مع الميليشيات الإنقلابية وترسل رسائل لوزارة الخارجية في صنعاء وتتعامل معهم، وجورج أبو زلف يتعامل معهم، والمنظمات الدولية والمنظمات الإغاثية ما تزال حتى هذه اللحظة تتعامل معهم وتدعمهم. المملكة ودول الخليج يدعمون الأمم المتحدة، والأمم المتحدة ترسل هذا الدعم إلى الميليشيات الإنقلابية. بالتالي نحن نتحدث بشفافية، ونتحدث أنه أنا أعتقد أنه رغم الضغوطات التي تمارس في الكويت، ورغم لأن المجتمع الدولي بالفعل يريد إنهاء الصراع في اليمن ويريد إنهاء الحرب في اليمن، لكن نحن نريد حلول تنهي المشكلة، وليس إبر تخديرية ومسكنات فقط تقوم بعملية تخدير وتسكين للألم فقط، وبعد ذلك نعود إلى الحالة السابقة ونعود إلى الإشكالية السابقة. والسلاح، إذا لم يتم سحب السلاح من الميليشيات الإنقلابية، فأنا أعتقد أنه لا يمكن لنا أن تكون هناك حلول جذرية. مشكلتنا هي بالسلاح. هؤلاء الجماعة وهؤلاء الميليشيات خرجوا من صعدة ومن الكهوف ومن الجبال ومن المناطق التي كانوا فيها، ونهبوا سلاح الدولة وقتلونا به. بالتالي مشكلتنا هي بالسلاح فقط، ليس معهم. هم في الأول والأخير هم يمنيين، عليهم أن إذا كانوا بالفعل يريدون أن يدخلوا السياسة وأن يحكموا، عليهم أن يأتوا لها من الأبواب، أن
يترشحوا في الانتخابات وأن يأتوا إلى الأبواب، ولكن أن يأتوا عبر انقلاب عسكري وعبر تكميم الأفواه وقتل المعارضين لهم. نعم، إذن فأعتقد أنه لا يمكن القبول بهذه. إذن اسمح لنا أستاذ مختار أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي عبد العزيز المجيدي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار، أهلا وسهلا عليك أستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. يعني هنالك رؤية، حديث عن رؤية أممية تم تداولها، بالتأكيد اطلعت عليها، ما هي قراءتك الأولية لما تم تسريبه من بنود لهذه المبادرة الأممية؟ بداية أستاذ عبد العزيز، هل اسمح لي أستاذ عبد العزيز، هل سمعتني من صوت الهاتف فقط؟ أنا أسمعك الآن من الهاتف فقط، ليس أمامي جهاز تلفزيوني. إذن تفضل. أعتقد أن الرؤية التي تحدث عنها المبعوث الدولي لم تعد الآن مطروحة، ويبدو أنه قد تراجع عنها بحسب الأخبار المتداولة الآن بسبب ما قيل أنه تعنت الانقلابيين. أعتقد بأن المبعوث الدولي يدير ملهى كبيرة في الكويت، وضمن عمل تديره قوى كبرى تتعلق بمسألة إطالة أمد الأزمة اليمنية و في نفس الوقت كمان محاولة فرض تلتف على القرار الدولي المتعلق بإنهاء الانقلاب، تسليم السلاح وإخراج الميليشيات من العاصمة والمدن الأخرى. علينا أن نتذكر بأن المبعوث الدولي نفسه كان تحدث قبل يومين بأن على جميع الأطراف أن تقدم تنازلات، وهو أعتقد كان يعني بالضبط على وفد الحكومة بأن يتنازل عن القرار الدولي في هذا الشأن. الميليشيات أعتقد أنها تلعب بمهارة فيما يتعلق بموضوع المباحثات في الكويت، وهي تدير هذه المسألة وفقا لخبرتها المعروفة بالمفاوضات واللعب على مثل هذه واللعب على مسألة الوقت. وفي نفس الوقت أيضا يبدو أنها تحظى بدعم وإسناد فني إيراني متعلق بهذا الجانب، لكن في نفس الوقت أيضا أداء الحكومة والتحالف العربي يشجع هذا ويشجع هذه الميليشيات على الاستمرار في التلاعب بالوقت، على التنصل من أي التزامات. في نفس الوقت أيضا هناك ما يشبه غطاء دولي للميليشيات من خلال ما سمعنا خلال الفترة الماضية تصريحات وزير الخارجية البريطانية، وبنفس الوقت أيضا التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية بشأن جماعة الحوثيين. هذا كله في النهاية يساند الميليشيات ويضعها في النهاية كخيار حتمي يجب الجلوس القبول به، ليس كطرف سياسي بل كجماعة مسلحة يجب أن تمتلك السلاح وأن تخضع بالقوة والقوة الخشنة على الأرض التي تمكنها من الابتزاز اليمنيين وإدارة صراع طويل في اليمن. أعتقد أنه أن هذا الصراع خارطته أبعد من اليمن، وسيكون له دور كبير في المنطقة بشكل عام. الرؤية عموما، حتى الرؤية التي طرحت وبعض النقاط المطروحة فيها، هي في نفس الوقت فيها شكل من الانفلات أيضا على الشرعية. عندما يتم طرح مثلا انسحاب الميليشيات من النقطة ألف مثلا من العاصمة ومن الحزام الأمني، بمعنى أنه ما يجري هو فقط إعادة تصفير أداب الحرب بشكل أو بآخر، وإعادة تموضع الميليشيات لأنه يتحدث عن سحب الأسلحة من الميليشيات في العاصمة فقط، وبالتالي يعني على الميليشيات، وقد يبدو قد سحبت الكثير من السلاح خارج العاصمة أصلا، وبالتالي ستعيد انتشارها خارج العاصمة والتموضع في مناطق محيطة بالعاصمة. وخلال هذه الفترة سيتم التفاوض السياسي. كيف سيتم التفاوض السياسي بين جماعة لا زالت أيضا تمتلك القوى العسكرية وتفاوض على الميدان في إذن كيف تفسر أستاذ عبد العزيز يعني السياسي للحصول على مكاسب، بمعنى أنه شكل من إعادة اللحظة إلى ما قبل 21 سبتمبر؟ نعم أستاذ عبد العزيز، جولة جديدة من الصراع. مع ذلك أستاذ عبد العزيز، يعني ما إن صدرت هذه التسريبات حول هذه الرؤية، يعني تحركت الميليشيا فورا وأصدرت بيان برفض هذه الرؤية أو أي رؤية قد تأتي دون يعني مطالبهم، ومع ذلك الوفد الحكومي لم يتحدث عن أي شيء، لم يعبر، يعني ما زال يعني محله، يعني لم يعطي أي رأي حول ما يحدث من هذه التسريبات. سيدتي الكريمة، الميليشيات تتصرف وتعرف تماما ماذا تفعل، هي بالضبط
جرت العالم كله خلفها وهو يركض خلفها للبحث عن أي شكل من أشكال القبول بتقديم تنازلات وامتثاث واضح على القرار الدولي، حتى من خلال الرؤية التي تحدث عنها ولد الشيخ. الوفد الحكومي، التحالف العربي، المجتمع الدولي بشكل عام قدم التنازلات تلو التنازلات يا سيدتي. تحول المخطوف الذين أخذوا عنوة من بيوتهم إلى مجموعة أسرى يتم مقايضتهم بالقاتلين من الحوثيين الذين ذهبوا لقتل المدنيين في المحافظات اليمنية. تحول أيضا علينا أن نتذكر كيف تم التلاعب بالمباحثات وجدول الأعمال، بداية من الرفض ثم القبول ثم القبول ثم الرفض ثم كثير من هذه السلسلة الطويلة من اللعب المكشوف الذي للأسف أيضا لم يحظى بأي شكل من أشكال الإدارة من المجتمع الدولي. وفي نفس الوقت أيضا الحكومة يبدو أنه يمارس عليها الضغوط والتحالف أيضا، لكن بنفس الوقت أيضا لماذا لا تظهر هذه الضغوط إلا على الوفد الحكومي أستاذ عبد العزيز؟ التحالف العربي وللحوى السلطة الشرعية بدرجة رئيسية وماذا تريد؟ نعم، لماذا لا تظهر هذه الضغوط إلا على الوفد الحكومي؟ يا سيدتي علينا أن نقول بشكل صريح وواضح، المجتمع الدولي أعتقد أنه يسند فكرة ملشنة الدول العربية بشكل واضح. هذا ما نشاهده في ما شاهدناه في العراق وما نشاهده في سوريا والآن أيضا يتم مشاهدته في اليمن. لو عدنا إلى الوراء لاكتشفنا بأن أو تأكدنا بأن ما جرى في اليمن هو تم برعاية أممية واضحة. علينا أن نتذكر اللحظات التي كان فيها المبعوث الدولي بن عمر ينتظر في قصر الرئاسة في دار الرئاسة في صنعاء وفد الميليشيات الحوثية للتوقيع على ما سمي باتفاق السلم والشراكة الذي فرضته الميليشيات نفسها، وكان ينتظر في ذلك الوقت بينما كانت الميليشيات لم تكمل بعد السيطرة على العاصمة وعلى المراكز السيادية في البلد. عندما تم إكمال السيطرة على المراكز السيادية ووضع القبض الثقيل للميليشيات على هذه المناطق، خرج العالم ببساطة وهو يحتفل بفكرة توقيع اتفاق سلم وشراكة. وهذا الاتفاق أيضا لاحقا رعاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضا، و رعى فكرة التنصل من الاتفاق نفسه الذي فرضته الميليشيات. وهذه ملهى تمت أعتقد تم صناعتها في البدء من ما يسمى بالمبادرة الخليجية التي كانت فكرتها الرئيسية هي الانتداب على الثورة اليمنية واحتوائها، وأعتقد أنها كانت أول ثورة مبادرة في المنطقة العربية لمواجهة الربيع العربي، وكانت أعتقد بأنها كانت حقل التجارب الأول لاحتواء الثورات في المناطق الأخرى. وعلينا أن نتذكر أن التجربة أو ما يسمى بالمبادرة الخليجية التي طرحت في اليمن في وقتها والتي مكنت علي عبد الله صالح من الحصول على نصف السلطة وبنفس الوقت أيضا الحصانة، يعني كانت المرة الأولى فضيحة يديرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحديدا عندما يتم تحصين رجل مرتكب جرائم وقاتل بحق الناس وأيضا متورط بسرقات، والأمم المتحدة نفسها تتحدث عن 60 مليار دولار، وبنفس الوقت تم منح الحصانة السياسية من الملاحقة ويشارك في المشهد السياسي بكل بساطة وكأن شيء لم يحدث، بل إن مسؤولا في الإدارة الأمريكية وقتها قال بأن الحق عليه الصلاة والسلام وعائلته أثر. وصلت الفكرة أستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. عودة إليك أستاذ مختار. أستاذ مختار، يعني الجميع يتحدث عن أن هذه المبادرة الأممية لو صحت أو لو وضعت فإنها التفاف على القرار 22/16. كيف تعلق على ما طرحه الأستاذ عبد العزيز بأن المبعوث الأممي لم يطرح هذه الرؤية وفقا لردود الفعل التي يعني حدثت بعد هذه التسريبات؟ ما رأيك؟ نعم، هو الآن نتحدث عن شيء لم يتم حتى هذه اللحظة، يعني نحن نتحدث عن تسريب وعن شيء لم يحصل حتى هذه اللحظة. هذه الرؤية بالفعل يعني تم تسريب أجزاء منها أعتقد لجذب نبض الطرفين وكذلك المتابعين وأبناء الشعب اليمني والنخب والمتابعين للشأن اليمني، يريدون أن يعرفوا يعني ماذا ستكون ردود الأفعال. طبعا الوفد الحكومي عاد وتناقش مع رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع ولم يتم
الإعلان عن الموقف الذي سيتم إبلاغه للمبعوث الدولي. بالتالي ما نزال نحن نتحدث ونحلل عن أشياء ما تزال هي في تحت الطاولة ولم تظهر فوق الطاولة. أعتقد أن الحكومة لن تمرر أي قرار يضر الشرعية. لا، لكن أستاذ مختار، يعني لماذا الحكومة دائما هي من تنتظر ردود أفعال الآخرين؟ لما يعني وفد الميليشيا سباق دائما بطرح يعني مواقفه سواء كانت سلبية أو إيجابية، ولكن يظهر بأنه هو من يضع شروطه وهو من يوافق أو يرفض أو يعني يختلف مع ما يتم طرحه. نعم أختي آسيا، هناك خلل، يعني لأن الحكومة والشرعية بالكامل ما تزال خارج الدولة باستثناء عودة الحكومة في بداية رمضان إلى عدن. هناك خلل في تكوينات الحكومة الشرعية، هناك خلل في الجانب الإعلامي، هناك خلل في الجانب الحقوقي. ما نزل نصرخ دائما أننا ما نزل حتى هذه اللحظة هناك خلل في المكينة الإعلامية للحكومة الشرعية، سواء في القنوات الرسمية أو غير رسمية أو الجمع، هناك خلل واضح. لذلك دائما تظهر الحكومة الشرعية أنها عاجزة، وتظهر الحكومة الشرعية أنها دائما ما تأتي في الصف الأخير وهي من ترد على الشائعات ولا تكون هي السباقة في الحديث عن المبادرات، وتكون تتحدث بشفافية مع وسائل الإعلام وحتى المعلومة. حتى أنتم في قناة بلقيس وكثير من القنوات الذين يتواصلون معنا، هناك إشكالية حقيقية في التواصل سواء مع المسؤولين أو في الحصول على المعلومة، وهذه إشكالية حقيقة نحن ننقلها إلى الجهات الرسمية، ودائما ما نتحدث معهم أنه لا بد من إصلاح هذا الخلل. لكن للأسف الشديد ما تزال الإشكالية تلاحقنا وتلاحق الشرعية حتى هذه اللحظة. نتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة. نعم، إذن هذه الرؤية أستاذ مختار، يعني هل تكون حلا أمميا بديلا للمشاورات والمرجعيات، أم هي ضمن إطار المرجعيات المتفق عليها؟ نعم، بالنسبة لي الرؤية واضحة أنها يعني كما قلت مسبقا أنها ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، هو تعطيل للقرار الدولي الذي تحدث به السفير الروسي أنه أصبح من الصعب أن يتم تطبيقه على أرض الواقع. كذلك سفيرة الاتحاد الأوروبي قالت لا بد من قرار دولي جديد غير القرار السابق. أعتقد أنه يأتي في هذا الإطار لمحاولة إيجاد قرار جديد، وبالفعل لو تم الاتفاق على هذه الرؤية سيصدر بهذه الرؤية قرار جديد يلغي القرار السابق، ويكون القرار السابق في خبر كان، ونتحدث بعد ذلك عن قرار جديد قد يتضمن إجراءات جديدة وقد يتضمن فقرات جديدة غير القرار السابق الذي ما نزال حتى هذه اللحظة متشبثين به ونطالب بتنفيذ هذا القرار. نعم، إذن يعني أخيرا أستاذ مختار، هل تبدد رؤيك هذه الشكوك حول أي طبخة خفية يجري التحضير لها خلف الكواليس؟ نعم، كما قلت أنه بالنسبة للطبخات، الطبخات هي موجودة منذ اليوم الأول، والسفراء موجودين في الكويت، وهؤلاء السفراء الموجودين طبعا هم يعملون على مقترحات جديدة، على رؤى جديدة، على أشياء جديدة. يوميا تحصل هناك أشياء جديدة في الكويت، لكن كما قلت أنه الحكومة تستطيع أن توافق أو أن ترفض. ما تزال الحكومة حتى هذه اللحظة والوفد الحكومي نحن نثق بهم، ونقول أن رئيس الوفد وجميع الأعضاء نحن نثق بهذا الوفد، وهو وفد وطني نثق بهم جميعا، وهم من القيادة الوطنية المحبة لليمن، ولا يمكن أن يمرروا أي قرارات أو أي طبخات أو أي اتفاقيات تضر بالمجتمع اليمني وبالشعب اليمني، وكذلك تضر بالشرعية الدستورية وبالحكومة الشرعية. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرهبي، السكرتير الصحفي السابق لمدير مكتب رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في حلقة جديدة من المساء اليمني، كونوا برعاية الله وأمنه.